وعليكم السلام ورحمة الله سدرت المنتهى. الزول خويا جرجورة تحياتي لك. وعليكم السلام خويا بعد ورقيب. ركزوا معايا خاوتي مليح، المباشر هذا لازم أكبر تفاعل وبارتاجي المباشر هذا في كل مكان، لأنه كاين حملة سينيال رهيبة على الصفحة تاعي. أنا عارفي الأساليب، من يصنع صفحات بأسماء مستعارة يستطيع العمل كل شيء، ومن يتهم الآخرين بدون وجه حق أتوقع منه كل شيء. شخص غير نزيه، شخص لا يستحق ثقتنا. فرجاء رجاء رجاء أتمنى منكم مشاركة هذا المباشر في كل مكان. وهم يهاجموننا بالإبلاغ بالتبليغات ونحن نرد بالتفاعل، فأتمنى تفاعل كبير مع المباشر هذا لأنه جد جد مهم. هذه الحاجة الوحيدة اللي نطلبها منكم، الباقي سمعوني بعقلكم وفقط. أطلب منكم أن تسمعونني بعقولكم، لأنني أخاطب فقط العقول، أنا لا أخاطب العواطف، أنا لا أحاول تزييف الحقيقة، أنا لا أحاول النصب على الآخرين بمخاطبة عواطفهم. أنا أتكلم بما أؤمن وأخاطب العقول فقط. فنتمنى أنكم تبارتاجوا اللايف وأنكم تتفاعلوا مع المباشر، وانيش راح نبدأ حتى يوصل للعدد اللي يضمن لي انه المباشر هذا مش راح يروح، لانه مهم بزاف 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 خوتي. وعليكم السلام خويا صدر الدين. عليكم السلام خويا زبير. السلام جليل. كانوا يقولوا لي دول جودك تخوينات ما عرفوش راه جاي بالجود راح نهضروا عليك كلش ان شاء الله. اهلا خويا توفيق، اهلا والسلام عليكم خويا خمس. والموضوع جد مهم، واللي يقول لي الموضوع هذا غير جد مهم غير مهم او يمارس سياسة الهروب للامام كيما النظام نفس الشيء. هاي برادر خويا عبد الحميد واش راك؟ يجب ان نعترف بمشاكلنا ويجب ان نعترف باخطائنا ونعمل على اصلاحها في هذه الفتره ثم نتقدم بدون مشاكل، لانه بما اننا في فتره النضال فقط وفي فترة أننا ندافع عن الفرد الجزائري ونريد ووقعنا في مثل هذه المشاكل، فما بالك عندما ننتقل إلى المرحلة الأصعب اللي هي من يحكم ومن يسير ومن يشرف. هذه هي المرحلة الخطيرة. فإذا استمرينا بمشاكلنا هذه وبأسلوبنا هذا حتى بعد تغيير النظام سنقع في ورطة أكبر من الورطة التي نحن الآن فيها. وعليكم السلام خويا خالد تحياتي ليك. وعليكم السلام خويا لقمان، اهلا خويا حسان تحياتي ليك خويا العزيز. وعليكم السلام خويا انيس، ان شاء الله تكون بخير. الزول خويا حسان، الزول خويا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مسيد عيشه وهباشه يا خويا تحياتنا يا خويا مسيد عيشه مسقط الراس خويا قريه عين قمره بلديه حماله دائره الكرم جوجا ولايه ميله. سلم لنا على الجماعه كل خويا. مرحبا خويا نادر ان شاء الله تكون بيا. اهلا خويا عادل ان شاء الله تكون بيا. خويا العزيز في انتظار يوصل العدد تاعكم راهو 650 620. كل واحد ينشر من اللايف هذا باش يوصل اللايف هذا لاكبر عدد ممكن من الاشخاص، وهذا هو الهدف، لانه يحاولون ان يغيبون راينا، يحاولون ان يغيبون صوتنا، وحنا الصوت تاعنا هو صوت الشعب. صوت الفرد الجزائري الذي ينشر كل ما يخدم الفرد الجزائري ويعمل مباشر فقط بما يخدم الفرد الجزائري، سواء كانت في صعيد على الصعيد الشخصي او في مطالبه في مطالب التغيير التي يامل بها في المستقبل. تحياتي لك خويا الزبير. وعليكم السلام خويا زاكي. هولا اختينا ريمان من داك شوف البريفي اسماعيل اخويا اسمح لي والله ما تقدرش تيماجيني شحال الرسائل سيدي في سيد خويا. بعد شهر من الان راح ينفجر ارانب وحيوانات اليفه غردايه، ان شاء الله ما نوصلوش للمرحله تاع الانفجار. اهلا خويا هشام. وعليكم السلام خويا يانيس. واش الموضوع تاع اليوم؟ راح نهضر دوك نبدا نهضر في الموضوع. انا درت العنوان والله نورمالمون درت عنوان المباشر. وعليكم السلام خويا زكي. الزول خويا بوغا اهلا جلال لي زوم. تحياتي خويا توفيق.
بون خوتي باش تعرفوا انا ما عنديش صفحات وما عنديش مجموعات الا المجموعه اللي داروها خوتنا اللي تابعوني وانضموا ليها. انا ما عنديش خوتي صفحات تدعمني ولا ناس يبارطاجيوني. انا مواطن جزائري عندي نتوما فقط كافراد فقط من تؤمنون بافكاري او على الاقل تشاركون افكاري وربما ترون انني شخص مؤهل لكي انشر الافكار التي نحن جميعا نتشارك فيها. فرجاء تفعلوا مع المباشر هذا لانه السينيال راهو رهيب رهيب على المباشر. اذا احنا ما قدرناش نفرضوا رواحنا في فيسبوك فقط لازم نديروا مجموعات ونجيبوا الدبابي بارطاجينا وكلش، ما انا راح ندير والو في المستقبل، راح نكونوا مجموعه من القاطع عند مجموعه من الاشخاص وفقط. اما لازم حنا اللي نفرضوا راينا وحنا اللي نتواجدوا والصوت الحر هذاك اللي لازم يوصل. اهلا اخويا خميس واش راك؟ ان شاء الله تكون بيا. سلام تشاد الى الشعب يا اخويا. تحياتنا من تشاد، تحياتنا من تشاد تاع الجزائر، تحياتنا من الولاية تاع تشاد. ربي يقدرك ان شاء الله خويا اسماعيل، ان شاء الله ان شاء الله خويا اسماعيل. بونسوار خويا وليد واش راك خويا العزيز؟ راك غلط اخويا الغرداوي النظام راه يسيطر على الشعب بس شكون فات الاوان للاسف الشديد. يجب ان نعترف بالحقيقه، يجب ان نعترف بالحقيقه. تحياتي لك خويا ياسين. بون خوتي ممكن نخونكم يا تستطيع عمل ذلك ببساطه حتى مشكل. وكاين مشكل تاع اللايف ماهوش يلحق النوتيفيكاسيون، ماهيش تلحق على خاطر كاين ابلاغات على الصفحه للاسف الشديد، لكن حاولوا انكم ترسلوا المباشر هذا لخوتكم باش يشوفوه. اللي راكم على بالهم باللي ابوني معايا في الصفحه جوتو سينيال، ماشي مشكل سفيان. سينيالي على روحك اصلا انت سينيالي وحنا نبلوكوك. هاي سلام ثورة الجزائري الأحرار، كيف حالك؟ والله الحمد لله خويا صدر الدين، لاباس خويا مراد العزوني. وعليكم السلام خويا، واش رايك لو كان ما يولوش تبون وينضموا انتخابات على النقاط عام المنتخب؟ محمد مسعودي مازال تقدرش تهضر على انتخابات كيفاش؟ لازم شروط ظروف معينة، شكون اللي ينظمها، شكون اللي الشخصيات معروفة في المعارضة تمدت لها شرعية ما مدتلهاش، شكون اللي يترشحوا للانتخابات هذه؟ اذا كانت انتخابات نزيهه وضامنين باللي راح تكون انتخابات نزيهه اكيد لازم نشاركوا فيها، لانه في الاخير التغيير راح يكون بالطريقه الديمقراطيه مش بطريقه الفوضى والحرب والجهاد. وعليكم السلام خويا ياسين. هضرنا على تخفيضات مدة السجن ويحيى واصحابه. المهم كاين موضوع اهم من هذه الاحداث اللي يصنع فيها اصلا النظام، تم تقسيم الحراك بنجاح. حضرت عليها عندها 3 شهور اننا في مرحله تقسيم الحراك، حضرتها في 3 شهور. بو خوتي حاولوا انكم تتفاعلوا مع المباشر هذا، راهو قريب راكم 800 يلحق 1000 ونبداو ان شاء الله. راهو العدد تاعكم 800 يبقاو 200 ان شاء الله باش نبداو المباشره. هكذا نضمنوا باللي ما راحش يكون سينيال والمباشره راح يبقى. انت تعتقد ان شعب الحراك قاطع يعني يتبع برك، ماشي الاقليه اللي تتبع برك، الأغلبية عندهم أفكار ومبادئ راهم يمشوا بها، لكن للأسف الشديد الأقلية هذيك هي الأكثر تأثير حتى الآن. واش راح تستفيد تشعلها في الزير بالله عليك؟ يا ولدي روح بركي كامل روح تشعلها في الجزائر. وعليكم السلام خويا نعيم. وعليكم السلام خويا عادل. اليوم حكم محكمة قبلت الطعن في قتل توفيق والسعيد وطرطيعك. عادي جدا نورمال، هاي عادي اصلا الاعتقالات كانت من اجل اضعاف الحراك. المهمه تاع الاعتقالات راهي تحدث الان. الصوت مليح خاوتي نو الصوت راهو مليح. الصوت راهو مليح. اخويا عماد راني حر، عجبكش الحال خويا عماد؟ ما تتابعنيش من الاخر، تقول ليش على شكون نرد وعلى شكون ما نردش، راني حر خويا عماد، مانيش راح نرد انايا على انسان برك، راح نهضر على فكره مهمه. تعينيش يا عماد بالتحليلات ديالك هذه، تعينيش. عجبك الحال، عجبك ما عجبكش دير ديزابوني من لاباج خويا، تو سامبلومون. تمليش عليا واش نهضر وعلى من نرد وعلى من ما نردش، راني حر. وعليكم السلام خويا مومو. اهلا خويا توفيق.
المهم خوتي نبدا وعلى ربي ان شاء الله. المهم السينيالو على البلايف هذا بزاف بارطاجوه من بعد في كل مكان على خاطر اذا حابينو يبقاو لازم يكون تفاعل مع المباشر هذا. اذا ولينا ما نقدروش نوصلوه الدرس الناس ما فيهاش نروحو ناخذو لاننا احنا عندنا غير الصفحه هذه وعندنا غير الفيسبوك ما عندنا والو. تحياتي لخوتي السلام عليكم مرحبا بخوتنا وكل ان شاء الله تكونوا بيا ان شاء الله تكونوا بخير. اول حاجه راح نهضر على الظاهره كظاهره باش واحد ما يقول ليش ما تردش وتردوا منا راح نهضر لكم بعض الحقائق ونتكلوا على ربي. هناك حمله تخوين وهجومات على شخصي وعلى الكثير من الشرفاء فقط هادو الشرفاء والناس هادو يشتركون فقط في نقطه واحده انهم يعبروا على رايهم بكل حريه بعيدا على اي اعتبار وانا احدهم. سما درك نمد لكم الحادث البسيط اللي خلاني نهضر في الموضوع هذا ونروحوا للفكره العامه. يخرج واحد يدعي انه ثوري يختلف معايا في كلمه ثوره او حراك. عادي انا من حقي نسميه حراك هو من حقه يسميه ثوره وكل واحد راه حر وكل واحد يسمي المصطلحات اللي تخرج عليه وكيما يحب هو. لكن كلنا نتفق ان التسميه الاولى التي اعطيت لهذا الحشد الشعبي الذي خرج في مسيرات من اجل تغيير الحراك النظام هو الحراك. اللي يحب يغير له الاسم راه حر، انا لا اغير الاسم وعلى بالي علاش نغير الاسم. فقام هذا الشخص بربط هذه الكلمه مع كلمه سمعها في مركز المخابرات كما يدعي وقام باسقاط تلك العباره انني اتلقى على اساس ينقل لمتابعي انني اتلقى التعليمات من عندهم باعتبار انني استخدم نفس العبارات. خبير. وهذا كله كذب بهتان ليس لديه أي دليل على هذا. طلبت في مناقشة إبراهيم هذا دواجي طلبت في مناقشة على المباشر أمام كل الشعب رافض ذلك ببساطة لأنه لا يستطيع المواجهة ويعلم أنني على حق وادعى أنه صاحب مستوى ولن ينزل إلى مستوى مع أن صاحب المستوى من المفروض ما ينزلش للمستوى ويهضر على واحد أخر ماشي مستوى عليه. هذه هي القضية باش تعرفوا واش راه صاري. حتى الآن الشخص هذا كرفض باش يخرج في مباشر لأنه أكيد راح يدي نكسة العمر معايا لأنهم عاجزين على المواجهة المباشرة ويعملوا نفس سياسة الدباب بالطريقة تاعهم. لا علينا نروحوا دركا للفكره العامه. الشخص هذا باش ما نكثروش معاه الهضره انت مطالب باش تحط الدليل المادي الذي يثبت ان توفيق حساني يعمل لدى المخابرات. انت اتهمت توفيق حساني انه صعلوك وانه ليس وطني وانه جرو عند المخابرات والتسجيل الصوتي راهو موجود عندي ونتحداك تنفي الامر هذا. انت مطالب انك تحط للمتابعين تاعك الدليل انه شخص يعمل لدى المخابرات. بالمناسبه توفيق حساني الشرطي السابق تخلع المهنه تاعو اللي هي الشرطه في سبيل الحراك ومتابع بسنتين سجن نافذ وعنده استئناف ومخلي في الدار تاعو ثلث اولاد ولا واحد الضامن معاه ولا واحد حتى ادى مليون سنتيم لولاده لأنه رجل حقيقي كيعتقلوه. ما قالش الشعب الجزائري معتقلوني وما قالش تضامنوا معايا وما قالش ما راحين يقتلوني. صامد على القضية وعنده عامين حبس ومازال حتى الدرك مبكى مشكى لأنه عنده قضية أكبر اللي هي الجزائر والدليل أنه تخلى عن المنصب تاعه في سبيل الجزائر. أنا هذه هي النظرة تاعي حتى الآن للشخص هذا وفقط. أما اللي عنده دليل آخر يثبت لنا العكس لأن اللي يعلم الغيب أو عنده أمور في الخفاء يعلمها يحطها لنا نشوفوها. بالنسبة لنا توفيق حساني حتى الآن ظلمه إبراهيم دواجي ظلمه وإنسان مظلوم موجود في السجن ومرحموش والتسجيل الصوتي راهو موجود عندي ونتحداك تنفي انك خونته وانك اتهمته انه صعلوك وما طيحش المستوى وما تهضرش على واحد صعلوك امور واضحه يخدم عند المخابرات. نتحداك تنفي الامر هذا. راح تخونت اكبر اول احد الجزائريين اللي تنازلوا حقيقه على الوظيفه واللي يشكلوا حقيقة خطر على المنظومة لأنه باش يوصل جزائري يتنازل على الوظيفة اللي حاكم بها النظام الفرد الجزائري هذاك هذا أمر ليس بالبساطة
والسهوله هذه. كاين الناس راحين يقولوا لي علاش تقلق في روحك بالامور هذا، انت راجل ونعرفوك، انا مانيش هنا باش ندافع على روحي، نعرف روحي ومتاكد من نفسي وتحديت الشخص المهاجم في مباشر، راني نهضر على الظاهره كظاهره، تبعوني مليح 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 نقطه بنقطه نقطه بنقطه، تبعوني. لما نخون الشرفاء من سيبقى في الحراك؟ لما نخون من يتنازل من على مصلحته الشخصية من في الحراك، من سيبقى في الحراك؟ الذي ليس لديه ما يخسر يبقى في الحراك، الذي لديه مصالح من الحراك يبقى في الحراك، الذي يريد شرعية ومكانة اجتماعية من خلال الحراك. هل بهؤلاء الأشخاص نستطيع أن نغير النظام؟ طبعا لا. نزيدوا نعود نرجع للموضوع. الأخ المحترم العالم الدكتور نبغة زمانه الذي يستطيع أن يتكلم الإنجليزية ويرد في تعليقاته بالإنجليزية بما أنه دكتور في الإنجليزية وأستاذ جامعي في الإنجليزية وإنجاز عظيم صراحة أنه يعلقنا بالإنجليزية، والله ما شاء الله، علق لي وقال لي أيها الضابط، ودل لي غمزة، لماذا تتاجر باسم حسانية هو البلعاطي؟ نتحداه أنه ما خونوش، نتحداه. نشرت له بكل احترام، قلت له يا أخي الكريم أرواح مباشر ونتحداك إذا تستطيع المواجهة وتثبت الإدعاءات تاعك. واش دار لي؟ دار لي أيها الضابط السابق وغمزني، دار لي غمزة، بمعنى أنه الشخص هذا عنده عداء لأي شرطي في الجزائر حتى لو استقال من الشرطة. تبعوا مليح، لأنه ببساطة ربطني بالمهنة تاعي السابقة والأفكار اللي راني ننشر. النقطة الأولى. النقطة الثانية، هو نفسه الشخص اللي يطلب من أفراد الشرطة الاستقالة وعدم الوقوف مع الظالم، ويقول في منشوراتي أنه لولاهم لما ظلموا. بمعنى أن توفيق حساني خرج من الشرطة الجزائرية لصالح الشعب وما رحمتوش، وأنا استقليت من المنصب تاعي عندي 5 سنوات و6 سنوات حتى قبل الحراك وما رحمتنيش، وما زلت تنسبني للمؤسسة هذه لأتشرف بالعمل تاعها في العمل تاع، لأنها مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية، ونتحدى أي واحد أني حقرت مواطن جزائري بسيط وما رحمتنيش. في نفس الوقت الطلب من كل الشرطة الجزائرية أنها تستقيل. أنت الهدف تاعك مش أنهم يستقلوا، أنت عندك مشكل مع الشرطة مش مع النظام، أنت عندك مشكل مع المؤسسة الأمنية في الجزائر وفقط. نقطة الأولى، وهو الدليل واضح لأنه ربطني بالمنصب الذي كنت أشتغله في الجزائر. نروح درك لما هو أعظم، عالم الأفكار. أنا ما تقدرش تلعب لي، أنا نحكمك بلي كومنتار تاعك ونعرف شخصيتك ونعرف أنتيا كيفاش تخمم من خلال التعليق تاعك. فسر للمتابعين تاعك علاش قلت لي أيها الضابط السابق وغمزتني، وفي نفس الوقت تحط المتابعين تاعك أن لولاهم لما ظلموا. نقطة. المهم باش نروحوا من السيجي هذا، دركا إنسان جبان لا يستطيع المواجهة، إلى مزبلة التاريخ، وأي إنسان يدعمه في الأمر هذا إنسان منافق ولا يريد الخير للجزائر، إنما يقدس الأشخاص ببساطة لأنه اتهم شخص ما دار حتى حاجة ضد الفرد الجزائري. دونك نروحوا لما هو أهم. إذا من يريد أن يؤسس لدولة الديمقراطية يجب أن يكون ديمقراطي. وش معناتها ديمقراطي؟ إنه يدافع على أفكاره بشراسة لكن يبقى في عالم الأفكار، أنه يدافع بما يؤمن لكن يبقى في عالم الأفكار، ما يشخصش وما يكريش دي باش ودي كونت فيك باش يهاجم الآخرين. من يؤسس لدولة الديمقراطية ويدعي أنه مناضل يواجه النظام الجزائري وأنه ثوري وأنه يعلم المشكل الحقيقي في الجزائر، على الأقل يكون راجل وما يعلقش الحساب وهمي تختبئ من ورائه شخصية خبيثة تهاجم الآخرين. كاينة صفحة هاجمتني ربطتني أنا أنني نسيب وزير الخارجية والخرطي هذا والهبال هذا، الصفحة هذيك الإنسان هذا قال أنت هذا حميد حراك راجل وليزوم. هل يعقل أنه هناك إنسان يتمتع بكامل قواه العقلية
يمنح شرعية لحساب وهمي. لما تمنح شرعية لحساب وهمي تختبئ من ورائه شخصية خبيثة، فأنت الآن هنا تتحمل مسؤولية سلوكيات ذلك الحساب، وتتحمل حتى مسؤولية ذلك الحساب سلوكيات ذلك الحساب في المستقبل. ونحن كلنا نعمل أن من يختبئ وراء حساب وهمي على الغالب عندما يهاجم الآخرين فلديه أهداف إجرامية من وراء ذلك. أمور بسيطة، بمعنى أنه يقدر يهضر عليك أي حاجة ويقدر يوصل لك الأمور عظيمة بلا ما تقدر حتى تواجهه، وبلا ما حتى يتحمل المسؤولية تاع الأمر هذاك، لأنه شخص لا وجود له. فهنا هناك احتمالين. الاحتمال الأول أن من زكى هذا الحساب يعلم من وراء ذلك الحساب ويستخدم نفس سياسة النظام وسياسة الذباب. الاحتمال رقم 2 أنه لا يعلم من وراء ذلك الحساب ويزكي كل من يهاجم الآخرين، وكل من يهاجم من يشكلون على تفكيرهم خطر. هنا كاين زوج احتمالات. خدموا رواسكم، ونتمنى أنكم تكونوا ناس عندكم العقل بعيدا عن التشخيص والتقديس. زمن التشخيص والتقديس انقضى. من يريد أن يشخص وأن يقدس لا يستحق التغيير في الجزائر، ولا يستحق نظام أفضل من النظام الحالي، ببساطة لأن النظام الحالي باقي لأن الشعب الجزائري لا يزال غارق في سياسة التقديس والتشخيص، وشفتوا الشخصية التي قدست وخرج من الحراك الملايين في الجزائر. تبعوني مليح. فهنا في كلتا الحالتين الناس هادو ما يستحقوش أنهم يكونوا واجهة في الحراك نهائيا. نقطة مهمة. نقطة واحدة أخرى مهمة ومهمة جدا. من يؤسس لدولة العدالة والقانون يجب أن يكون في نفسه يعترف بالقانون والعدالة ويكون عادل. دولة العدالة والقانون، أنا لما نعمل مباشر بأصيني الخالتي على اللايف، تفعلوا معنا اللايف الله يستركم. أنا لما نعمل مباشر أتمنى دولة عدالة وقانون مثل دولة العدالة والقانون تاع الدولة التي أعيش بها الآن. دولة العدالة والقانون تقوم على قضاء عادل منصف. القضاء العادل المنصف هو القضاء الذي يعتمد على الأدلة وفقط. فهل يعقل أن من يؤسس لدولة العدالة والقانون يعارض دون هذا المبدأ ولا يعترف بالدليل عند مهاجمة الآخرين وتخوين الآخرين؟ هناك مشكل يجب أن يعالج. هناك إشكال خطير في معارضتنا وفي نضالنا. معارضة شعبوية تنتج نظام شعبوي، معارضة ديكتاتورية تنتج نظام ديكتاتوري، معارضة تخاطب العاطفة وتدغدغ عاطفة الجزائريين تنتج نظام خبيث يستغل الجزائريين، معارضة لا تعترف بالعدالة في معارضتها معارضة تغيب عنها حتى شرف أدنى خصال المعارضة والشرف في المعارضة، معارضة خطيرة على الجزائريين في المستقبل. لا نقاش في ذلك. أنا أسقط أفكاري على الجميع على مسافة متساوية، وأتحدى حتحداهم يناقشونني في هذه الفكرة، وصفحتي مفتوحة للجميع، لأنني أرى الآخرين ممكن على خطأ، لكن عمري ما نخول الآخرين وعمري ما نتهم الآخرين، حتى لو كل ما يفعلوه نشوفه لصالح النظام الجزائري بطريقة غير مباشرة. نقطة بو خوتي، بارتاجوا اللايف وتعافلوا وتعاونوا وتفعلوا مع المباشرة، ما خونت حتى واحد أنا يا تكذبش. نروحوا للنقطة أخرى مهمة ومهمة جدا. هناك من يتبنى شعار السلمية في معارضته، لكن يدس لك خطاب الكراهية وخطاب التطرف لكي يغسل دماغك ويحولك من شخص سلمي إلى شخص غير سلمي، عاجزين على تحمل المسؤولية أنهم لا يريدون السلمية، لكن يحاولون أن يخلقون من أفرادهم أفراد غير سلميين. واضح الأمر. لا يمكن أبدا بأي حال من الحالات أن يلتقي التطرف السلمية، هذا جنون. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلتقي
التطرف مع السلمية هذا جنون وغباء. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلتقي التطرف مع السلمية. التطرف ينتج العنف، التطرف لا ينتج الأفكار، التطرف لا ينتج الحلول، التطرف ينتج العنف فقط، العنف فقط. أنا بالنسبة لي من يربطني بمهنة سابقة ويتجاهل كل أفكاري التي أنشر ويتجاهل كل ما أنشر من سنة ونصف، شخص متطرف يجب أن يراجع نفسه. تقدروش تلعبونا، ما تقدروش تلعبونا. من لديه فكرة ويؤمن بها يستحيل استحالة مطلقة أنه يهاجم الآخرين ويسينياليهم ويسلط عليهم الدباب، لأنه على حق وعلى يقين ومؤمن بما يتكلم. أنا لما أدعو الآخرين إلى مباشر ببساطة لأني لا أخاف الانهزام، الانهزام في المباشر، لأنه انهزامي في المباشر انتصار للفرد الجزائري، وعلى الأقل انتصار لمن يتابع ذلك المباشر. أنا لما أدخل في مناظرة أو في حوار ليس همي بأي حال من الأحوال الانتصار في الحوار، همي هو انتصار من يتابع ذلك الحوار. لكن أعمل بجهد كبير أنني أحاول أن لا أن أنقص من تأثير الذي من يتواجد معي في الحوار، أنه يحاول تزييف الحقيقة ويتلاعب بعاطفة من يتابعون الحوار وفقط. هذا كل ما أركز عليه، لأنني شخص أكلم العقل، فكلم عقل من يتابع الحوار وليس عاطفة من يتابع الحوار. هذه الحقيقة. أنا لما نعمل مباشر أعلم أن هذا المباشر مسؤولية تاريخية، حتى لو كان حجم التأثير تاعي صعيب وأتحمل مسؤولية كل كلام أقوله. لما أنادي بالتغيير في الجزائر يجب أن أنادي بالتغيير في الجزائر بالسلوك والأسلوب المناسب الذي يؤسس للنظام أفضل من النظام الحالي الذي نحاول أن نغيره الآن. لماذا؟ لأنه ببساطة وبسهولة تامة كلما تنشئ بيئة معينة كل ما يجون الناس اللي يتكاثروا في هذه البيئة وفقط. متطرف تجمع ورائك المتطرفين، شعبوي تجمع معك الشعبويين، عاطفي تجمع معك العاطفيين، تتكلم بلغة الأفكار وخطاب الخطاب العقلي التأملي تجمع معك من يؤمن بهذا الخطاب، وهم الوحيدين القادرين في من أجل القادرين على إيجاد حل الجزائر في المستقبل. اللي يقول لك يجب أن نتجنب هذا الخطاب الآن هو شخص منافق. لماذا؟ لأنه ببساطة يمارس سياسة الهروب إلى الأمام وعاجز على مواجهة المشاكل الحقيقية التي نعيشها اليوم. لماذا؟ لأن المشاكل هذه من المفروض تظهر للسطح وللعيان في فترة بناء النظام أو في فترة إرساء النظام الجديد الذي نريد تغييره حقيقة، وليس في هذه الفترة التي نناضل فيها. هل يعقل؟ هل يعقل؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن نصل إلى مرحلة تخوين بعضنا البعض ونحن لسنا حتى الآن في مواجهة نظام وفقط؟ كيف سيكون حالنا بعد إسقاط النظام؟ كيف يكون حالنا لو يسقط النظام غدا؟ من سيحكم في الجزائر؟ هل من يخونون أم من تم تخوينهم؟ سؤال يبقى مطروح. كيف يعقل أننا متأكدين أننا نريد تغيير سلمي حقيقي في الجزائر ونحن الآن عاجزين حتى على المناقشة وعلى المواجهة؟ كيف يعقل أن من يخون الآخرين تعمل لهم منشور واضح بسيط وتقول له أنا أو أنت في الحالتين خطر على الفرد الجزائري، يجب أن نعمل مباشر ويعلم الفرد الجزائري من هو الخطر الحقيقي على الفرد الجزائري؟ لأنه ببساطة من قام بالتخوين خطر، ومن خوين أيضا خطر في حالة أن من قام بالتخوين له الحق في ذلك وأنه محق في ذلك. لأنه أصعب حاجة أنه يكون في معك شخص فيك يتكلم بما يؤمن ويحاول أن يستغلك لأهدافه الشخصية في المستقبل. فيجب أن نتناقش، يجب أن نطرح أفكاري وتطرح أفكارك وتعطيني مبرراتك التي جعلتك تصل إلى مرحلة التخوين. ففي الحالتين هناك أحد منا خطر على الفرد الجزائري. هذه الحقيقة خوتي، هذه الحقيقة اللي يرفض الفرد الجزائري يسمعها. يحب يسمع الوهم، يحب يسمع سيسقطون غدا لكنهم لم يسقطون غدا، يحاولون اللعب على عقولكم فقط. أنا عمري ما كنت رجل سياسي، أنا مواطن جزائري أتكلم بما أؤمن. أنا ما نأمنش بالكلو، ما نأمنش بخطاب يملى عليه
توقيت الهجوم مهم جدا، التايمينغ جد مهم. لماذا الآن الهجوم؟ هل الآن اللي عرفت أنني كنت أعمل في مؤسسة أمنية لما كنت في الجزائر؟ لا. لماذا هذا التوقيت بالذات؟ ببساطة لأن لديك أسياد. الخطأ ليس في أنا يا. الخطأ ليس فيك أنت، الخطأ في أنا يا. أنا طلبتك في مباشر، هي من المفروض أنني أطالب السيد تاعك في مباشر كيما أنت يا. إذا كان عندي سيد طالبه في مباشر وأتحداك تحكم علي دليل واحد أني أتكلم بما يملى علي. من المستحيل، من المستحيل، من المستحيل. فالحقيقة خاوتي التي يجب أن نعترف بها جميعا أن هناك إشكال، وأن هناك مشكل، وأن هناك مشكل عويص في سلوكنا داخل الحراك أو داخل مطالب التغيير في الجزائر. إذا أردنا أن نؤسس إلى دولة العدالة والقانون يجب أن يكون سلوكنا عادل، يجب أن نعترف بالدليل لكي ننتج عدالة عادلة، لكي ننتج عدالة تعترف بالدليل. لا يمكن في أي حال من الأحوال أن ننتصر بهذه الطريقة، لأننا بهذه الطريقة مجرد أشخاص منافقين وفقط نحاول أن نظهر للآخرين أننا أتقياء من خلال معارضة شخص معروف لكل الجزائريين أنه شخص غير تقي. لكن هل نحن حقيقة أشخاص أتقياء؟ لا طبعا لا. أتقياء في حالة واحدة، أن يظهر سلوكنا، أن يظهر مبدأ الذي نعارض من أجله في سلوكنا. أنا شخص لا أؤمن بما أسمع ولا أؤمن بما أرى. أنا بالنسبة لي كل ما أراه يمكن أن يكون حقيقة ويمكن أن يكون كذب، لكن سلوك ذلك الشخص هو الذي أراقبه، سلوك ذلك الشخص هو الذي يجب أن يراقبه. أنا نقدر درك نكتب خطاب، يبعثوا لي خطاب ونمليه عليكم في المباشر، حافظوا مانيش مأمن به ولا سمع به ولا نفسي أصلا متأقلم مع الخطاب هذا، لكن تلاحظوا الأمر هذا في السلوك التاعي رح ينكشف أمري، رح ينكشف أمري في الصراع اللي يحدث لي، رح ينكشف أمري لما نحاول نربط شخص بوظيفة معينة ونحاول نحطها كدليل تاع خيانة، رح نكتشف التطرف التاعي لما ننادي باستقالة أفراد الشرطة من مؤسسة الشرطة الجزائرية، مؤسسة الأمن الوطني، وفي المقابل أخون شخص بعيد على هذه المؤسسة أكثر من 6 سنوات. رح يكتشف أمري لما نطلب من أفراد الشرطة الجزائرية الخروج من مؤسسة الأمن الوطني، وفي نفس الوقت أتهم توفيق حساني أنه يعمل لدى المخابرات الجزائرية، ونتحداك تنكر أنك تعمل، أنك اتهمت توفيق حساني بأنه يعمل لدى المخابرات الجزائرية. توفيق حساني الذي وقف أمام المحكمة ويطالب بإطلاق سراحك، توفيق حساني الذي ترك أولاده بدون راتب شهري ووقف أمام المحكمة ويطالب بإطلاق سراحك، توفيق حساني الذي كانت لديه الباور والقدرة أنه يقمعك لكن اختار صف الشعب وغادر الشرطة الجزائرية وراح وقف أمام المحكمة وطالب بإطلاق سراحك. هو نفس توفيق حساني اللي تقول عليه في التسجيل الصوتي أنه عميل لدى المخابرات وأنه صعلوك وأنك شخص عندك المستوى. توفيق حساني أشرف منك مليون سنة ضوئية سنة. تلعب الناش. You are fake man. أنت شخص مصطنع، وأتحداك في مباشر الآن ترد على نفسك إذا رجل. أنت تدعي أنك شخص ثوري وتسقط حكم الجنرالات، لكن في الحقيقة أنت شخص جبان عاجز حتى على مواجهة مواطن جزائري بسيط ليس مدعوم من أي جهة، يتكلم بما يؤمن وفقط. هذه يا خوتي الدليل، نتحداه ينفي. كي ينفي باللي ما هضرش على توفيق حساني نحط لك الدليل. حمزة بال I'm not stupid bro. جلال بوسمينة ماشي لازمو الحراك باش يهضر مع الناس. جلال بوسمينة كان يهضر مع الناس بعيدا عن السياسة والناس تحترمو وتتبعو.
سمعت أنا لست بمجنون لكي أتهم شخص بدون دليل، لست بغبي لكي أتهم شخص بدون دليل، لأن هذا الاتهام له بدون دليل ضربة قاضية لمصداقيتي، لكن هو اتهمني بدون دليل فالضربة القاضية لمصداقيته اليوم. إذا كنا رجال نسمو الأمور بمسمياتها ونتوقفوا على تقديس الأشخاص، وليس كل من يعارض في الحقيقة هو يعارض ويخدم في الفرد الجزائري، وما قدرناش نواجه الحرب النفسية هذه علينا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتصر. وحتى لو ننتصر لن يكون هذا الانتصار في صالحنا، لكن في صالح غيرنا. الحقيقة النضال يحتاج كاريزما، النضال يحتاج صاحب العقل، النضال يحتاج من حقيقة انتقل من عالم الأشخاص إلى عالم الأفكار. أما باش تناضل وانت نفسك نفس الإنسان اللي يقول هذاك بابنا، انت شخص غير قادر للأسف، غير مؤهل للنضال في الحقيقة. مش أرواح وقول نضال، النضال أنك تضع مبادئ وأفكار تؤمن بها وتناضل من أجلها حتى الوفاة، وليس أنك تتعلق بشخصية وتعيد كلامها. ليس هكذا تبنى الأمم، ليس هكذا تبنى الأمم. هذه يا أخوتي راح نمد لكم ميساج. أنا لا أحتاج لشرعية حراكية لكي أتكلم. ربي يحفظك خويا ناري. جلال بوسمينة ليس بالنكرة كي يحتاج للحراك لكي يتكلم. جلال بوسمينة لديه مواضيع أهم يستطيع التكلم فيها، لكن يحاول أن يلعب دور في هذه المرحلة التاريخية لكي يمكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. على الأقل نؤسس لأرضية خصبة من أجل التغيير في المستقبل. أنا راح نقول هكذا مباشرة، أنا الآن أتكلم باسمي بعيدا على الحراك وبعيدا على أي حاجة. واحد ما ينسبني للحراك، واحد ما ينسبني لأي حاجة. أنا الآن بعيد عن كل هذا، أتكلم بما أؤمن. أنا مؤمن أنني سأعارض أي نظام وأي منظومة أراها ليست في خدمة الفرد الجزائري، حتى لو يبقى جزائري واحد يعارض في المنظومة هذه والنظام، وحتى لو نبقى وحدي. لذلك من اليوم أنا بعيد عن الحراك. أوكي؟ أنا بعيد كل البعد على الحراك، لكنني راح نقوم بطوري لصالح الفرد الجزائري ولصالح الفكر الجزائري. أوكي. شرعية الحراك التي تتقاتلون من أجلها أنا أتنازل عليها لأنني لا أحتاجها. سأتكلم بما أؤمن وفقط، ولمن يتابعني الحق في الحكم على أفكاري، هل أخدم النظام أم أخدم الفرد الجزائري وفقط. ثم أضالي نقطة إلى السطر. مانيش في المستوى هذا أنا، مانيش في الرداء هذه، مانيش في التطرف هذا أنا، مانيش في التطرف هذا، مانيش محتاج مكانة اجتماعية حتى نتطرف على جال الحراك أبدا. وأنا مؤيد للحراك السلمي في الجزائر، وأبقى دوما مؤيد له. زيدوا حوصوا درك على حاجة واحدة أخرى، زيدوا لقوا سبب واحد أخر. هل يعقل أن من يناضل من أجل دولة المؤسسات ودولة الشخص المناسب في المكان المناسب يمنح الشرعية لصفحة يختبئ من ورائها شخص خبيث عاجز على كشف هويته الحقيقية ويهاجمني أنا؟ وهذا الشخص الخبيث اتهمني أنني نسيب وزير خارجية. فهمت درك؟ عاجزون على اتهامي بوجوههم الحقيقية، لكن يهاجمونني عن طريق صفحات يمنحونها الشرعية. قمة الجبن، قمة الدل، وقمة
انعدام الشخصية. هل يعقل أنك عاجز على مواجهة شخص بشخصيتك الحقيقية واسمك الحقيقي؟ تستطيع مواجهة جنرالات في السلطة؟ هل يعقل أنك تحتاج إلى صفحة يختبئ من ورائها شخص غير موجود في الحقيقة، خبيث يختبئ من ورائها لكي تهاجم ذلك الشخص؟ عاجز، أنت جاهز لمواجهة الجنرالات؟ أنت فقط تريد إقحام الشعب الجزائري في مواجهة الجنرالات وفقط، هذه الحقيقة. أنت تريد فقط إقحام الشعب الجزائري في حرب أنت من ستستفيد منها، وأنت من تريدها، والشعب الجزائري بعيدا نهائيا على هذه الحرب. الشعب الجزائري أمور واضحة: إقامة دولة العدالة والقانون، التأسيس لدولة مدنية ماشي عسكرية فقط. الشعب الجزائري ما عنده مشكل حتى مع إنسان، عنده مشكل مع المنظومة التي تحكمه. في الأخير أي فرد جزائري هدفه هو حياة كريمة في الجزائر، ماشي هدفه وصول أشخاص يختبئون وراء حسابات وهمية إلى الحكم في الجزائر، أو يأخذون شرعية باستغلال الفرد الجزائري. ومن يرى العكس، الصفحة مفتوحة. هذه اللي كنت خايف منها، تقوت ولي أنا عاجز عن المواجهة. محسوب أنت معروف، أنت مانيش معروف خويا، مانيش معروف ومانيش حاب نتعرف، مانيش معروف ومانيش حاب نتعرف. ريبيكا أكثر شخصية معروفة في الجزائر، سمعت؟ إذا تحسب أن الشرعية بالجامات والبارتاج والمعرفة، كلما تكون أكثر رداءة كلما تكون معروف في الجزائر، للأسف الشديد كلما الكتلة الشعبية تتفاعل معك في الجزائر. مانيش معروف، لكن من يهاجمني عليه أن يواجهني ببساطة. وإذا أنا نكر للدرجة هذه، لماذا يهاجمونني؟ سؤالي يبقى مطروح. هاجمت أنا شخص مواطن جزائري بسيط فتح صفحة عنده 4 أشهر ينشر أفكاره التي يؤمن بها، بعدمك أنشر أفكاري التي أؤمن بها، فتحت صفحة في 3 أشهر راهي فيها 70,000 متابع، بعدمك ما ينسب، ما نهاجم، ما نقول لهم خطفوني، ما نقول لهم طبعوا يدوني للواد، ما نقول لهم يا خاوة تجروا لي، ما والو. أنشر فقط أفكاري التي أؤمن بها، في 4 أشهر 70,000 متابع، بعد 8 أشهر 150,000 متابع، بعد سنتين 300,000 متابع، بعد 5 سنوات 2,000,000 متابع فقط. وبالطريقة المناسبة، ماشي بالباز والفضائح، بالطريقة المناسبة 2,000,000 متابع يؤمنون بالخط بالعقلي التأمل. بارك الله فيك خويا شعبان، راك اختزلت الموضوع. حاجة واعرة يكون معارض للنظام إنسان مؤهل في كل مجالات، لك الله عليك. أتهلا في أرواحكم، تحياتنا لكم خالتي. هذا هو الرد التاعي، الرد التاعي على إنسان اللي هاجمني، الرد التاعي على ظاهرة التخوين اللي رانا نشوفه فيها درك، الرد التاعي على الناس اللي راهي تختبئ وراء حسابات وهمية، الرد التاعي على الفكرة العامة كفكرة. يجب أن نواجه مشاكلنا، يجب أن لا نهرب من مشاكلنا، يجب أن لا نبتعد عن مشاكلنا، يجب أن نواجه مشاكلنا الآن قبل الغد، لأن المشاكل هذه ستتأزم في الغد. تخيل وراني قلت لك من نوصل حقيقة للتغيير في الجزائر كيف سيكون حالنا. بالنسبة للمنافقين اللي يقولوا لي جلال هذا ليس في صالح الحراك، أنا أحكم عليكم بالنفاق مباشرة ببساطة. الأولى والأصح أنكم تروحوا للشخص المبادر بالهجوم وتقولوا له هذا ليس في صالح الحراك. أنا أدافع على نفسي وفقط، أنا هنا أدافع على نفسي ولدي كل الحق في ذلك. أستطيع أن لا أدافع على نفسي كما أستطيع أن أدافع عن نفسي، لدي كل الحق في ذلك. فالأولى والأصح أنك تذهب عند الشخص الذي هاجمني وتقول له بصريح العبارة: أنت لا تخدم الحراك، أنت لديك مشاكل شخصية، تستغل الحراك
من أجل تصفيتها وفقط. أما أنا الآن لدي كل الدوافع والمبررات التي تجعلني أرد على نفسي. والأخطر من هذا أن هذا الرد يجب أن يكون رد الجميع، لأنني أنا عين فقط من المئات، صدقوني من المئات من تم تخوينهم ومن تم ربطهم بأي قضية كانت من أجل إبعادهم على الساعة، فقط لأنهم يتكلمون بما يؤمنون وفقط. وش هو السؤال تاعك يا حمادي فاطمة قبل ما نروح نجاوب حمادي فاطمة ونروح؟ سينيال راهو بكثر على اللايف، تيلي شارجو اللايف هذا إذا راح بارتاجيوه. لا لا هو السينيال، السينيال على اللايف ديجا راهو يتكوبا. تفضلي فاطمة طرحي السؤال تاعك، السينيال على اللايف راهو يتكوبا. في الأخير يزعجهم أننا نسقط التقديس وعالم الأشخاص من عقول الجزائريين. هم يريدون قطيع يقدسهم، ونحن نريد مواطن صلب قوي قادر على تقرير مصيره. هذا هو الفرق، وهذه هي النقطة المحورية. يزعجهم أننا نحاول أن نسقط عقلية التقديس والتشخيص عند الفرد الجزائري، ببساطة لأنهم يريدون قطيع يقدسون ويهللون، بينما نحن نريد الفرد الجزائري الذي يستطيع تقرير مصيره. أنا لا أملي أبدا على أي شخص ما الذي يجب عليه القيام به في أي حدث كان، لكنني أنشر أفكاري التي أؤمن بها والتي تجعل من ذلك الشخص مؤهل أنه يتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب، ببساطة لأن كل من يملي عليك في الحقيقة ذلك القرار الذي تتخذه لن يكون في صالحك، بل يكون في صالح الشخص الذي يقوم بالأملاء عليك. وأنا لست لدي أي مصلحة شخصية مع أي أحد في الصفحة ومع من يتابعني، أنا فقط أتكلم بما أؤمن فقط، ولك حرية الاختيار فيما تراه مناسبا. شك شكوك تعنيك أنت، ما تعنيناش إحنا، شكوكك لا تعنينا. نحن في عالم الأفكار، عندما مناضل يتكلم كلام يضر الفرد الجزائري نحطه عند حده في عالم الأفكار، ونحطه الفكرة اللي تهاجم الفكرة اللي هروي إن شاء الله. وعملت الكثير في الصفحة تاعي، وجبت ناس في الصفحة تاعي وتناقشت معهم بلا ما نخونهم، والناس شافوا شكون اللي عنده الحق وشكون اللي ما عندهش الحق. شكوكك تعنيك انت فقط. احنا العلاقة بيناتنا علاقة تغيير، ماشي علاقة اجتماعية، ماشي عقل ناسبك وتناسبني. نزوج لك اختي وزوج لي اختك. لا نحتاج للمواطن الذي يشك، نحتاج للمواطن الكيس الغير ساذج الذي لا يصدق كل شيء. أما تشك ما تشكش أمورك، وكيت ما تصدقش كل شيء في الوقت المناسب لما تشوف خطاب ماشي في صالحك تقول أرواح أنت هذا الخطاب ماشي في صالحنا. والله سؤال تاع فاطمة هذه ما شفتوش. مانيش نشوف فيه. وراه السؤال تاعك اختي فاطمة ما
كاينش السؤال وراه السؤال تقول لي دير لها ريبوند ريبوندي للسؤال تاعها باش يخرج لي ما خرجيش السؤال تاعها ما كاينش كاع سؤال راه سؤال ما على باليش انا الكاميرا هذه واش بيها فهمتش تحياتنا خاوتنا في البرازيل وش رايك خويا جلال وش رايك في قول المناضل الكريم طابو احذروا من شرعية السجون لا تقديس للأشخاص الذين سجنوا ربما لكي يعطوهم شرعية ليستعملوهم استعملها في وقت لاحق شوفي فاطمة إذا ظني أنت أن النظام الجزائري رح يبقى مربع يديه ويتفرج في مطالب التغيير راكي غلطة إذا ظني أنت أنك تقدري تكشفي كاع الناس اللي ممكن مندسين راكي غلطة إذا ظني أنت أنك لما تشكي في الناس وتخوني مثال وشكى فيهم أنك تخدمي في الحراك راكي غلطة الحل أن نصل إلى مستوى الوعي الذي يسمح لنا بمناقشة عالم الأفكار ونضع كل شخص عند حده في الوقت المناسب فقط يتكلم وش يحب المهم يخدمني حتى الآن يولي ما يخدمنيش أنا ضدك المشكل تاعنا في الشخصية تاعنا أننا تجينا صعيبة لما نعرفوا واحد باللي يكسر في الحراك ونجيو ضدهم بعد لأننا نقدسوه نحشمو منه نعبدوه يأثر علينا يولي كي الأكسجين تاعنا نقولو ما نقدروش نتنفسو لكان يروح ويخلينا فهمتي المشكل شرعية السجون ماشي شرعية السجون يقدر نظام واحد تاني ما يدخلوش للحبس بالعاني باش تشكو فيه يقدر يدير لك كلش انا اللي يهمني الشخص هذا واش راه يهضر وفقط وعندما يهضر هضره ماشي في صالحي نجيبو فيه في مباشره ونناقشو في اطار عالم الافكار نخلو الفرد الجزائري يقرر لا يمكن ابدا راني نعاود تاسيس دوله العداله والقانون والديمقراطيه وحنا ماناش ديمقراطيين لا يمكن لنا ابدا اننا ناسسوا دوله المؤسسات وحنا مازلنا عايشين الاوهام تاعنا كيما جمعت الياقوته ونتخايلوا ونشكو في كلش ونديروا القصص الاسطوريه هذيك اللي ما عندها حتى معنى لكن الحقيقه باينه اي شخص يتكلم اي شيء في صالحنا نحن معه اي شخص يتكلم اي شيء ضد مصلحتنا نحن ضده نحن لا نبحث على الشخص الذي يستحق ثقتنا لانه في الاخير ولا شخص يستحق ثقتنا الشخص اللي يستحق ثقتك هو راجلك وليدك باباك يماك خوك اذا كان اهل الثقه ما كانش شخص يستحق الثقه في الدنيا هذه حتى انا حاسبيني على واش راني نقول وفقط وعندما تعارضيني عارضيني في واش راني نقول وفقط تو سامبلومون ما عندكش الحق انك تتخايلي وتربطي اني غلطت في الفكره هذه بامور جايه من المخيله تاعك اللي العقل البشري في الحقيقه بعيد عليها امور واضحه ولا واحد عنده الحق انه يمد الشرعيه ولا ما يمدهاش اتكلم بما تؤمن وفقط وفقط هكذا نأسسوا لدولة العدالة والقانون ودولة الديمقراطية كيفاش حابين دولة الديمقراطية وحنا عاجزين على المناقشة عاجزين على الحوار عاجزين حتى أننا نعالجوا مشاكلنا بيناتنا وبين بعضنا كيف نؤسس لدولة العدالة والقانون والديمقراطية وهذا مناضل في الحراك شوف تعليقه اللايف من 1500 سقوط حر فوق مع روحك شفتوا أزمتنا باللي عاويصة شفتوا أزمتنا عقله ما 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 في رقم البروفيسور ناردين مليك شي كان عامل مباشر في 223 واحد راح قول له فيق لروحك راح قول البروفيسور ناردين مليك شي فيق لروحك
لايف تاعك في 500. وهنا نستنتج أن الريباك ولا وسبو القيسوح ولا راحوا لي الاسماء تاعهم مستوى وقوة على البروفيسور نور الدين مليكشي. شفتوا أزمتنا خاوتي؟ أزمتنا في من يعارض ويحاول التغيير، وهو أحد أسباب الأزمة في حقيقة الأمر في الجزائر. أزمتنا في من يدعي التقوى ويعارض النظام أنه نظام فاسد، وهو أكثر فسادا من النظام وأكثر رداء من النظام، وأنه يؤسس نفس دولة النظام الحالي. هذه مشكلتنا. صعب جدا، صعب جدا أن يتحقق التغيير بهذه الذهنيات. هل يعقل، هل يعقل أن نحكم على الشخص من عدد المشاهدات؟ هل يعقل ذلك ونريد التغيير حقيقة في الجزائر؟ المشكلة وعويص، المشكلة وعويص، المشكلة وعويص، المشكلة وخاطئة، المشكلة وخاطئة، خاطئة، خاطئة جدا. ومن يحاول أن يتجاهل كل هذه المشاكل في هذه المرحلة، العواقب لا تعنيه، العواقب على الفرد الجزائري لا تعنيه في المستقبل. أما من يحاول معالجتها في هذه المرحلة هو من تعنيه العواقب على الفرد الجزائري. حقيقة، حقيقة. المشاهدات بسبب السينيال على الصفحة. من يقوم بالسينيال هو شخص على الغالب شخص تافه، ما عندوش مستوى لا تعليمي ولا ثقافي ولا معرفي. لذلك كاين مشكلة تاع سينيال في الصفحة فقط. الله في رواحكم خاوتي. المهم ربي يجيب الخير. هذه هي الرسالة تاعي. ما عنديش الوقت زين نرد على أي إنسان عاجزين عن المواجهة واللي يقرر أنه يخرج من الجبن ديالو واللي راجل. نهضر على واحد ما نرجع على هذوك الذباب، نهضر على اللي يدعي وانهم معارضين شرسين وكل شيء. الصفحه مفتوحه. السلام عليكم، بارك الله فيك خويا انس.